الجمهورية اليوم رئيس وأعضاء المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم والجهاز الإداري والفني للمنتخب، والذي حقق المركز الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا والمركز الأول على مجموعته التي أقيمت مبارياتها في دولة الكويت الشقيقة، حيث هنأهم فخامته بما حققوه من نجاحات وبارك لهم فوزهم المستحق على المنتخبات التي تباروا معها في التصفيات قائلا: أنا أبارك للفريق بالنجاح الباهر والأداء الممتاز، وإن شاء الله بنفس الروح وبنفس المعنويات وبنفس النشاط الذي أنتم كشباب ناشئ أن تكونوا في المستقبل منتخب اليمن. يعني في حقيقة الأمر أداء الشباب الناشئ في معظم الأوقات أداء ممتاز، ولكن يعني ماذا بعد هذا الأداء الجيد؟ أداءكم ممتاز، واستلم تقارير صراحة من الجهات المختصة عن الأداء الجيد والمعنويات العالية، و شكرا للمدرب وشكرا للإداريين وشكرا للشباب اللاعبين على كل ما قدموه، وشكرا لوزارة الشباب على متابعتها لهذا الأمر. يعني ونتمنى أن نتوفق في المستقبل في مجال الكرة، يعني نعلق أمل كبير على شبابنا. المهم هو الحصانة، حصانتكم، وأنتم تعرفوا ماذا أقصد بالحصانة، ماذا أقصد بالحصانة وهي معروفة، يعني حصانة لابد أن تحافظوا عليها. خلينا نقول التدخين، القات، السهر، يجب أن تكون معسكراتكم مضبوطة ومعسكرات حية وتغذية كويسة ونوم بانتظام وقومة بانتظام، كل شيء بانتظام. إذا حافظتم على هذا الأشياء وتجنبتوا التدخين وتجنبتوا القعد وتجنبتوا أشياء كثيرة، يعني صراحة حيكون في مستقبل الكرة اليمنية مستقبل رائع. يعني من الظواهر السلبية شبابنا في الثانوية العامة أو في الجامعة، وين الشباب؟ قالوا ساهرين، اشتروا قات مخزنة يذاكروا، يذاكر طولة الليل وهو مخزن، وبكرة الصبح قد نسي المعلومات كلها، خلاص راح. أحسن لك ما تخزن، وفر الفلوس وجيبها لأسرتك، سري لهم ملابس، سري لهم مواد غذائية، سري لهم صح يعني علاجات للأطفال، وتجنب هذا وتواصل مذاكرتك بشكل إيجابي، وستكون أدائك في الجامعة أو في الثانوية العامة أداء ممتاز. فعلى كل حال ما طول على الشباب، أشكركم على كل جهودكم الطيبة. وكان وزير الشباب والرياضة عارف الزوكا قد تحدث في اللقاء مثمنا اهتمام فخامة الأخ الرئيس بهذا المنتخب الذي يعد ثمرة من ثمار رعايته للناشئين واهتمامه